يا استاذ عندي موجود الكل. اوكي خليه يرجع للشاشة شير. هي عاشت له. طلاب، عنوان محاضرتنا اليوم مجهز القدرة. مجهز القدرة المستمر، الدي سي باور سبلاي. مجهز القدرة المستمر طلاب، معظم الأجهزة الإلكترونية تحتوي على هذا الجهاز أو نعتبره الجزء الرئيسي بالأجهزة الإلكترونية. جهاز مغذي للطاقة الكهربائية المستمرة، ويتألف ممكن اختصاره بأربع مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الخافضة، ومرحلة التوحيد، ومرحلة الترشيح، ومرحلة التنظيم. آخر مرحلة هي التنظيم، ثم الآوت الخروج. نحصل على جهد مستمر ثابت. هنا عندنا نفصل كل مرحلة من مجهز القدرة. مرحلة الخافض طلاب، اللي هي مرحلة يستخدم فيها محول خافض للكهرباء. في كانت في السابق يستخدمون محولات، لكن هسه في الأجهزة الحديثة اختصروا هاي المحولة، سووها محولة إلكترونية، خافض إلكتروني. لكن بالسبلاي أو مرحلة مجهز القدرة تعتبر خافضة، مرحلة خافضة، لأن قلنا احنا شنو المصدر 220 اي سي متناوب. معظم الأجهزة لا تعمل على هذه القدرة، لذلك يجب تخفيضها. قلنا نستخدم مرحلة الخافضة محولة. مرحلة التوحيد أو التقويم طلاب، خذيتوها بالمرحلة الأولى القنطرة، استخدمنا الدايود أو البريدج. زين، المرحلة اللي بعدها مرحلة الترشيح، اللي هي استخدمنا أيضا، خذيتوها بالمرحلة الأولى، استخدمنا المتسعات في لإزالة الربل أو التموج الخارج منين، من مرحلة التوحيد. بعدها حصلنا على تيار أو فولتية شبه مستمرة أو شبه ثابتة، لكن نحتاج إلى دوائر لتثبيتها بصورة جيدة. آخر مرحلة هي دائرة التنظيم، الريجليتر. طلاب، الريجليتر هو المنظم اللي يثبته بحيث نحصل على تيار ثابت وخالي من الربل أو التموجات، وثابت بالقيمة والاستقرارية. تستخدم لتثبيت الجهد الإخراج عند تغيير المصدر أو الحمل. فولتية المصدر يعني ملاحظينها، الكهرباء نبرة تصعد نبرة تنزل، وأيضا الحمل متغير. نحتاج إلى هذه المرحلة لتثبيت الفولتية. لاحظوا بهذا المخطط عندنا شلون الجهد
غير منتظم إذا ما استخدمنا هذه المرحلة. لكن إذا استخدمنا مرحلة منظم الجهد، تلاحظون شلون مستقرة وثابت الجهد. طلاب، منظم الجهد أنواع، منظم الجهد توجد منه عدة أنواع. أبسط أنواعه اللي هو منظم الزنر. أيضا خذيته منظم الزنر أو الزنر قطعة الإلكترونية اللي هي ثنائي الدايود الزنر، وهذا الرمز مالته. هنا الطلاب نستخدمه في تنظيم الجهد الخارج أو القادم من المرشح في مرحلة مجهز القدرة. هذا منظم الجهد الطلاب هنا، أو مصدر غير منتظم ينطينا تيار يمر بمن بمقاومة السورس، مقاومة المصدر، يمر التيار خلال الزنر وخلال شنو المقاومة المتغيرة اللي هي شنو مقاومة الحمل. ينطينا الاوت طلاب جهد مستمر منتظم مستقر. مثلا هنا طلاب اذا كان عندنا المصدر 12 فولت، 12 فولت، وفولتية الزنار 6 فولت، فولتية الزنار 6، الاوت ايش تتوقع يكون طلاب؟ يجب ان يكون مساوي إلى فولتية الزنار. إذا بقت نفس الفولتية، يعني المصدر ينطينا 12 والأوت 12 والفولتية الزنار 6، هي نعرف هنا بأن شنو الزنار لا يعمل، لا يعمل. أو حالة بعد عندنا، إذا المصدر 12 فولت، فولتية الزنار 24، فولتية الاوت ايش تتوقع تكون؟ نفسها فولتية المصدر. بهاي الحالة طلاب الزنار لا يعمل، لذلك يجب ان تكون فولتية الزنار اقل من فولتية المصدر لضمان عمل الدائرة كمنظم. هنا عندنا مثال طلاب، دائرة منظم الزنر كانت فولتية الام، فولتية يعني الدخول طلاب، تتغير من 20 فولت إلى 30 فولت، ومقاومة السورس تساوينا 200 أوم، فولتية الزنر 10 فولت، ممانعة الزنر 8، ومقاومة الحمل تتغير من 500 إلى ما لا نهاية، يعني من 500 أوم إلى دائرة مفتوحة يعني بدون حمل. احسب عامل التنظيم الجهد
الحمل، وكذلك أوجد أعظم قيمة لمن المقاومة السورس يمكن ربطها في هذه الدائرة. هلا بالبداية نرسم الدائرة هاي، أو ينطيك إياها. العفو استاذ، عذرا على المقاطعة، بس رسمة مو موجودة. أنا بالبداية قلت طلاب المفروض الكل عنده ويفتحها ويتابع وياي. لا قصدي بالمحاضرة استاذ، العفو، بالمحاضرة هسه ما موجودة. شلون؟ يعني بالبي دي اف يعني ما فقط موجود صورتك هذا؟ وانت دا تشرح. لا استاذ، هسه حاليا وانت دا تشرح ما جاي تطلع عندي المحاضرة او بس الكاميرا الملزمة. يعني طالع بس بالضبط، بس الكاميرا؟ صورتك، صورتك فقط استاذ. كانت موجودة هسه طلعت صورته جبريل. هسه حاليا دكتور طالع. اي كانت موجودة هسه طلعت الصورة. هسه طلاب اي هسه موجودة، موجودة. تكمل شوفون هسه المثال استاذ، نشوف كمل. اي موجود، كمل استاذ. المثال مفهوم المنطوق مالته، سمعتوه طلاب؟ استاذ واضح نشوفه. شنو المطلوب من السؤال طلاب او المثال؟ احسب عامل تنظيم الجهد واعظم قيمه للار اس يمكن ربطها في هذه الدائره. بالبدايه الطلاب فولتية الاوت هنا شو تساوينا؟ تساوينا نفس فولتية شنو؟ الزينار. هاي قاعدة بعد طلاب، الاوت نفسه فولتية الزينار. هنا فولتية الزينار ايش قد؟ 10 فولت. يعني هو الزينار هو اذا الاوت، اذا الاوت شو يساوي لنا؟ 10 فولت. هو هنا أنا مسويها تقريبا لكن هي مساويه، مساويه تقريبا، لان يحسب مثلا ممانعه موجوده بالاسلاك او ممانعه نفس الزنار، لكن هي مساويه. بالبدايه اول مره طلاب تحسب تيار شنو؟ تيار الحمل، اعظم تيار للحمل. شلون نحسبه؟ قانون اوم عندنا هنا، فولتيه على المقاومة، فولتية الاوت على اعلى قيمة للممانعة او اقل قيمة لمقاومة الحمل اللي هي اقل قيمة شقد؟ 500 قلنا، والفولتية الاوت شقد؟ 10. قسم 10 على 500 يطلع لك تقريبا 20 ملي امبير. هذا شنو؟ اعظم تيار مار وين؟ مقاومة الحمل. اقل تيار طلاب فولتية الاوت ثابتة عندنا على اعلى قيمة ماكس اللي هي شنو؟ ما لا نهاية انفينيتي، كمية على انفينيتي دائما شو يساوي لنا؟ صفر امبير. يعني دائره مفتوحه طلاب، دائره مفتوحه ما يمر بها تيار. بس هاي اول خطوه نحسب تيار الار اس. تيار المار هنا هذا الاس، تيار الاس ايضا اقل تيار شو يساوي لنا؟ فولتية ال ان
أقل فولتية إن ناقص فولتية الزنار. يعني هنا الفولتية اللي هنا طلاب تشاهد المؤشر، نريد نحسب احنا التيار المار هنا، تشوفون طلاب المؤشر؟ طلاب تسمعني؟ طلاب يسمعوني؟ اي استاذ واضح موجود. هنا هاي الفولتيه اللي هنا ايش قد؟ اللي هي اقل فولتيه قلنا ناقص الفولتيه اللي هنا موجوده هاي النقطه، هنا ايش قد؟ 10، وهنا ايش قد؟ 20، اللي هي بالسؤال اللي منطينا على مقاومه الار اس. يعني نريد نحسب طلاب التيار المار هنا شلون، هاي الفولتيه ناقص هاي الفولتيه على قيمه المقاومه، مفهومه طلاب؟ يطلع لك 500 ملي امبير. التيار الاعظم المار بالمقاومه الار اس نفس الحاله، بس هنا عندنا ايش راح نحسب؟ ايضا اعلى فولتيه ناقص العشره على قيمه المقاومه، راح يطلع لك 100 ملي امبير. ها طلاب سؤال؟ اكو سؤال طلاب لهاي المرحلة؟ لا استاذ كمل. كملنا تيار الار اس وكملنا تيار الحمل، ايش بقى عندنا؟ تيار الزنار، اعظم تيار المار بالزنار اللي هو الفرق تيار هذا المار هنا طلاب. التيار اللي هنا طلاب شو يساوي لنا؟ مجموع تيار الاس زائد تيار الاس شو يساوي لنا طلاب؟ يساوي لنا هذا زائد هذا، تيار الزنر زائد تيار الحمل. زين اذا اريد تيار الزنر، تيار الاس ناقص تيار الحمل اللي هو هذا تشوفونه. احنا هسه بالخطوه الاولى شو نريد؟ اعظم تيار. ايش نستخدم؟ اعظم تيار مار هنا بالاس الار اس، هذا تيار الاس ناقص اقل تيار رايح لمن؟ رايح للحمل. يعني شو يصير عندنا طلاب هنا؟ اعظم تيار اللي هو مار هنا، ليش سوينا اعلى تيار هنا؟ تيار الاس ناقص تيار اقل تيار للحمل. ما معقول العكس طلاب، احنا نريد اعظم تيار هنا تيار الزد، فيطلع عندنا هنا لاحظون طلاب 1 ناقص 0 فيبقى 100 ملي امبير. هسه بالعكس طلاب، اقل تيار مار بالزنار يمتى يمر اقل شيء؟ عندما يكون اعظم تيار هنا تيار الحمل. شوفوا تيار اقل تيار هنا مار باعظم تيار مار بالحمل، شو يطلع عندنا؟ 30 ملي امبير. هسه شو يريد بعد عندنا؟ تغير التيار الزنار، هاي الدلتا الطلاب معناتها التغير. التغير شلون نحسبه؟ الفرق بين تيار اعظم تيار واقل تيار، كان عندنا شنو؟ 100 ناقص اقل تيار اللي هو 30
الفرق هو 70 ملي أمبير. بعد يريد التغير فولتية الإخراج، التغير فولتية الإخراج. يمتى يصير تغير فولتية الإخراج؟ هذا القانون طلاب حفظ، التغير التيار الزنار مضروب بمن؟ بممانعة الداخلية لمن؟ للزنار، اللي هي عندنا انطاناها بالمنطوق 8. مجرد تجمع التغير تيار الزنار تضرب ضربة بثمانية بالممانعة، يطلع لنا 560 ملي فولت. هذا التغير فولتية الإخراج. شو بقى عندنا؟ معامل التنظيم. معامل التنظيم طلاب، معامل التنظيم هذا القانون مالته حفظ ايضا، اللي هو التغير فولتية الاخراج على فولتية الاخراج الاوت مضروب 100. انسى سؤال. قول. هسه هذني المطالب مال عامل التنظيم ومال الزنر، انا من يوم ما اطلع عن غير يعني هسه ما مطلوبات في المنطقة. ما اسمع شلون، على صوتك. لا سمحنا عامل التنظيم ومال الزنار المطلوبين الاخيرات. ايه ما موجودات في المنطقه، يعني انا بالثابتات اطلع منين؟ شو ما يطلب؟ لا هو مطلوبات، بس انت شنو قصدك؟ يعني اعتقد هيك قصدك هالتيارات هاي بالبدايه مش طلعناها غير تعد هو مطلوب عد منطقي اعظم قيمه للمقاومه. ايه ما بعدنا ما واصلين لها. قاعد ادرس استاذ، بس استاذني مال عامل التنظيم يعني هم بس الفائده مالتي شنو منها طلعها؟ هو بالمطلوب هو يريدهم، هاي شوفهم، يريد عامل التنظيم الجهد وكذلك شنو؟ أعظم قيمة المقاومة. هسه طلعنا عامل التنظيم، شو بقى عندنا؟ أعظم قيمة للمقاومة اللي هي هاي. هسه طلاب مفهوم معامل التنظيم، قانون هذا تحفظه، الأوت تغير بالأوت على الأوت نفسه مضروب بمية. زين؟ نرجع لمن؟ بعد عندنا الار اس. الار اس طلاب اعظم قيمه للمقاومه، هو بالمنطوق يريد اعظم قيمه، تستخدم فولتيه اقل قيمه، اقل قيمه للادخال ناقص فولتيه الزنار على اعظم تيار للحمل، اعظم تيار للحمل هنا. طلاب هنا ليش مستخدم مضروبة في 10 أس ناقص 3؟ مجرد تحويل الملي أمبير حوله، لأن هنا فولتية للفولت عندك، لازم شنو هنا؟ التيار بالأمبير. مفهوم طلاب؟ بعد نروح لغير المثال. العفو استاذ، ممكن تعيد المثال من البداية إذا ممكن؟
سهل. طلاب المنطوق يشيلوا من عندنا معامل التنظيم هو اعظم قيمه لمقاومه الار اس. اعظم قيمه او عامل التنظيم شو يحتاج؟ شو يحتاج نجي هنا يا طلاب؟ نريد التغير بالفولتيه الاوت على فولتيه الاوت. هيك يا طلاب اريدك تفكر يعني بالنهايه وبعدين ترجع. المطلوب الثاني شنو؟ الار اس، اعظم قيمه للار اس. هذين القوانين احفظهن. ايش تحتاج؟ هسه نرجع لعامل التنظيم. التغير بفولتيه الاخراج. هاي فولتيه الاخراج. قانونها. ممانعة الزنر عندنا بس ما عندنا التغير بتيار الزنر. لازم شو نسوي؟ نطلع التغير بتيار الزنر. ترجع تيار الزنر شيء شلون نطلعه؟ هو فرق بين اعظم تيار واقل تيار بالزنر. ايضا هذن ما موجودات عندنا. لازم شنو؟ تستخرجهم. يعني طلاب من نوبات مثلا المثال ينطيك معامل التنظيم وينطيك اعظم قيمه للمقاومه وانت تطلع التيارات البقيه. مو شرط ينطيك المنطوق بهالصوره هاي. قلنا هذن الفرق ما موجودات، لازم تستخرجهن. ترجع اعظم تيار للزنر يمتى نطلعه؟ شلون نحصله؟ ايضا تيار الاس، اعظم تيار للاس ناقص اقل تيار بالحمل. ما موجودات عندنا. ترجع يعني هسه بالبدايه لازم تستخرج تيار الحمل، اعظم تيار للحمل واقل تيار للحمل، واعظم تيار للاس واقل تيار للاس. زين؟ فولتية الاوت ما منطيناها هو بس عرفناها منين؟ من فولتية الزنار. تيار الحمل، اعظم تيار للحمل واقل تيار للحمل حسب قانون اوم. فولتية الاوت على اقل تيار، على اقل قيمة للحمل طلعت عندنا 20 ملي. فولتية الاوت الاقل تيار للحمل، فولتية الاوت على اقل قيمة، اعظم قيمة شنو؟ للحمل اللي هي كانت دائرة مفتوحة انفينيتي. كمية على ما لا نهاية شو تساوي لنا؟ صفر. هاي بالرياضيات بس انت تفهمها بان هي دائرة مفتوحة لا يوجد تيار مار. اما ان تيار الحمل شو بقى عندنا؟ تيار الاس. تيار الاس شلون نحسبه؟ حسب قانون كيرشوف عندك فولتيه الموجوده هنا ناقص الفولتيه هنا على المقاومه. حسب بعد الشيء يريد هو الاقل تستخدم اقل قيمه ادخال. هو اعظم تيار اعظم فولتيه ادخال هنا على قيمة المقاومة. أعتقد واضح وسهل يعني مثال سهل. بس طلاب تنتبه بأن مو شر يجيك السؤال مثلا ينطيك بالبداية تيارات، لا احتمال يعطيك عامل التنظيم ومقاومة الار اس أعظم قيمة وأنت تطلع البقية. أتذكر العام اجى هيك سؤال وهيك فكره. هسه النوع الثاني هو قلنا منظم الزنار ابسط انواع. يجينا النوع الثاني هو المنظم التوالي. سيريز ريجليتر. طلاب هذا النوع يستخدم شنو؟ يستخدم الترانسستور باور. لاحظونا هذا مع الزنار.
يسمى توالي طلاب، لان شنو الترانزستور او مقاومه الحمل بالتوالي مع شنو الترانزستور. هنا يقول طلاب اذا تلاحظون بالملزمه يقول تيار الحمل يجب ان يكون شنو اقل من تيار المار بالتيار الكولكتر. شنو السبب؟ حتى لا يتلف طلاب، حتى لا يتلف الترانزستور، لان راح يمر معظم التيار بالترانزستور باور. ايضا هنا طلاب يجي المسائل مالت هذا النوع، مقاومة اعظم قيمة للحمل واقل قيمة للحمل. فولتية الاوت هنا انا طلاب شو يساوي لنا؟ نفس الحالة فولتية الزنر زائد الفولتية بين البيز والإيميتر، بين القاعدة والجامع او الباعث، ما اعرف شو يسمونه بالعربي، هو بين البيز والإيميتر. اللي هي ايش قد قيمتها طلاب؟ 0.7. لاحظوا طلاب هنا حتى بالنوع الأول كلما كانت قيمة منظم أو عامل التنظيم قليلة يعني كفاءة المنظم أفضل، كلما كانت هاي النسبة المئوية طلاب قليلة كان المنظم أفضل. هذا القانون مالته شفناه بالمثال السابق. هنا فولتية الاوت طلاب، فولتية الزنار ناقص فولتية قلنا عليها 0.7. التغير نفس الحالة شفناها بالمثال السابق، فولتية التغير ممانعة الزنار في تغير تيار الزنار. هنا أنا الطلاب تيار الزنار التغير بتيار الزنار لأن عندنا ترانزستور يستخدم شنو معامل بيتا وتيار شنو تيار عكسي، استخدم الإشارة السالبة لأن تيار عكسي. ناخذ مثال على منظم التوالي، اذا كانت فولتية الادخال 15 فولت والار اس 220 اوم وبيتا 100 ممانعة الزنار جقد 6 فولت، ستة اوم العفو، لا فولتية الزنار 7.5 ومقاومة الحمل هذا المتغير هنا طلاب من 50 إلى 100 أوم، المطلوب إيجاد
العامل المئوي لتنظيم الجهد في هذه الدائرة؟ تريد معامل التنظيم طلاب؟ معامل التنظيم التغير الفولتية الإخراج على فولتية الإخراج في مية. فولتية الإخراج الآوت طلاب منطيناها 7.5 فولتية العفو فولتية الزنر ناقص فولتية العل الترانسستور باور اللي هي 0.7. حصلنا شنو؟ فولتية الإخراج. نطلع فولتية تيار الحمل المتغير. أول شيء بما إن بالماكس الأوت على أقل قيمة للآر إس وأعلى تيار أقل تيار راح تصير الحالة هنا بالعكس، فولتية الإخراج على أقل قيمة أعظم قيمة. للآر إل أقل قيمة أقل شلون؟ لا بالعكس طلاب، اول شيء شنو على اعظم على اقل وبعدين اقل طلاب شو نرجع اعظم تيار اعظم تيار مار بالحمل ايش تستخدم؟ اقل اقل قيمه نفس المثال السابق طلاب، اقل أقل تيار مار على أعظم قيمة للحمل. زين العفو أستاذ، يعني الرسم الرسمي شلون؟ الرسم إحنا الرسمة لو يجينا بالسؤال. لا يجي بالسؤال. ها شكرا أستاذ. لا يعني مفهومة هيك بديهية طلاب، يمتي يمر أقل تيار بالحمل يمتي يمر نصير المقاومة أكبر ويمتى يمر أعلى عندما تكون المقاومة شنو أقل. ولو سوي هنا إنه نقاط لا لا طلاب، يعني أنتم هاي هاي بالكهربائيات ماخذينها بالدوائر، يمتى يمر أقل تيار المقاومة أقل تيار يمتى يمر عندما تكون المقاومة عالية وإذا كانت قليلة يمر تيار عالي. أحسن. إيش بقى عندنا؟ التغير، أريد التغير بالتيار الحمل، الفرق بين أعظم وأقل يطلع عندنا 68 ملي أمبير. لا فاضل. هسه حصلنا على التغير تيار الحمل. تيار طلاب تيار القاعدة شو يساوي لنا؟ تقريبا تيار الإيميتر على بيتا، وتيار الإيميتر يساوي لنا نفسه تيار شنو؟ الحمل. زين؟ هذه بالأول خذيتها بخصائص الترانزستور طلاب، شلون نحسب تيار القاعدة وتيار الإيميتر على بيتا. التغير بالقاعدة شو يساوي لنا؟ التغير بالحمل على بيتا. نفس الحالة راح شو يصير عندنا؟ تيار الزنر يساوي لنا مقلوب تيار القاعدة، لأن هنا شنو الطلاب؟ لأن توالي
تيار المار هنا هو نفس التيار اللي هنا. اوكي، تغير بالزنار، تيار الزنار هاي قلنا القانون سالب دلتا تيار الحمل على بيتا، موجودات عندنا بيتا وعندنا تيار الحمل، تغير تيار الحمل. تغير فولتية الاوت ايضا هذا القانون، عندنا ممانعة الزنار وعندنا التغير بتيار الزنار اللي هو طلعناه مجرد ما تضربون يطلع عندنا بالسالب، الإشارة سالبة، الإشارة سالبة طلاب، جتنا منين؟ من هاي، من القانون هذا. يطلع عندنا 4.8% ملي أمبي، ملي فولت. هسه ايش حصلنا؟ التغير يمن فولتية الاوت، وعندنا فولتية الاوت حصلنا على عامل التنظيم المئوي، مجرد ما تقسم هنا طلاب نفس هذا الرقم ضربه في 10 أس ناقص 3. ليش؟ لان ملي عندنا هنا ملي فولت، ضربها بمية من القانون، الناتج عندك وتكتب هاي النسبة المئوية. مفهومة طلاب؟ يعني حاول طلاب تراجعها بعدين بورقة وقلم، إذا تبقى هيك على الفيديو لا تنساها. العفو استاذ، عامل التنظيم المئوي فولتج ريجوليشن هذه دائما تجي مئويه؟ اي لازم هي مئويه. هو ليش ضربها في 100؟ يعني ريتها مئويه. تمام. وقلنا كل ما كانت قيمته اقل شنو؟ كان هذا المنظم افضل او التنظيم افضل. كفاءة التنظيم أفضل. جاي النوع الثالث التوازي، منظم التوازي أيضا نفس الحالة، هناك كان توالي مقاومة الحمل كان التوالي، هسه هنا شنو؟ التوالي هنا توازي، شوفوها توازي والباور ترانزستور. طلاب هنا الترانزستور مو اي ترانزستور، قاعد انا اقول ترانزستور اقول باور، يعني ترانزستور قدره. دائما مجهزات القدره يستخدمون باور ترانزستور باور. اذا شايفين مثلا فاتحين باور مال حاسبه مال تلفزيون تشوفونه ترانزستور وبي هيت سينك تبريد. هسه نرجع لمثالنا، يريد دائرة منظم التوازي مبينة مطلوب إيجاد مقدار التغير في فولتية الحمل، يريد الفولتية تغير هنا فولتية الحمل ومعامل التنظيم الجهد، جهد شنو؟ الحمل. فولتية الاوت شو يساوي لنا؟ طلاب هناك كانت شنو؟ ناقص، هنا لا تنجمع فولتية الزنار مع فولتية الترانزستور. زين؟ نفس الحالة، تيار أعلى تيار للحمل، أقل تيار للحمل، التغير. لا أستاذ، ليش جمعناهن بهذه العملية؟ شلون؟ ليش جمعناهن؟
خوش سؤال. طلاب جمعناهم لان هنا شوف لاحظ هنا فولتية الزنار، ولاحظ هنا شنو الترانزستور مو ويا ذاك كان توالي، هنا توازي يعني هنا يمتى يعمل الترانزستور؟ يجاز العكس، يمتى يعمل؟ عندما يتجاوز البوينت 7 يعني راح هناك طرحناها حتى نطلع فولتيت اوت. هنا لا تنضاف لها، تنضاف الى فولتية الزنار. ليش؟ لان هنا طيب توازي. استاذ الترانزستور، الترانزستور بالتوازي يكون بي ان بي دائما يعني استاذ؟ اي لا هي طلاب هاي ترجع للفولتيات، فولتية التمييز وفولتية التحييز للترانزستور، مو شرط مو شرط. وين وصلنا؟ التغير بالتيار هو الفرق قلنا بين اعظم قيمه واقل قيمه، والتغير بالتيار يساوي لنا مقلوب التغير التيار الإيميتر، تيار الإيميتر اللي هو هذا. تيار الإيميتر شو يساوي لنا؟ تيار الإيميتر على بيتا، تيار البيز شو يساوي لنا؟ تغير تيار الحمل على بيتا. تيار الزنار بعد ما طلعنا تيار بيتا، تيار القاعدة يساوي مساوي تيار الزنار مساوي تيار القاعدة، وتيار القاعدة شو يساوي؟ مقلوب تيار الحمل على بيتا. الطلاب حتى شنو طلع على مود نطلع التغير بتيار الزنار تيار الحمل على بيته، يطلع انه هذا 82%. والتغير طلاب بالاوت ايضا هذا ممانعة الزنار بالتغير الزنار تيار الزنار تغير في وقتية الحمل. الإشارة السالبة جايتنا منين طلاب؟ لأن التغير بالزنر سالب. حصلنا على التغير بفولتية الإخراج، صار جاهز عندنا متطلبات من عامل التنظيم التغير على فولتية الإخراج في 100. نفس الحالة هنا اللي يسأل على هاي شنو العشرة، حول مجرد حول ملي إلى فولت، ملي فولت إلى فولت ضرب في 100. شعارات تشوفونها قاعد تطلع عندك؟ هاي زميلكم السائل عليها، اذا استخدمنا الان بي بدل البي ان بي راح شلون يصير الاشتقاق القوانين طلاب الفرق بيناتهم؟ ايضا هنا شنو الجمع يبقى التغير بالحمل. السؤال اسال بس الفرق، بس الفرق بين القوانين مال الرفض مال والتوالي اللي استخدمناها، بس الفرق بيناتهم يمكن تعدلها؟ ماكو فرق طلاب، ماكو فرق، بس قلنا هناك بالبدايه فولتيه الاخراج هناك سالب، هنا
هناك طرحنا جمعي يصير عندنا وبعد والبقية تقريبا نفس الشيء طلاب حساب نفس الحسابات يعني ماكو فرق لا ماكو فرق النوع الرابع قلنا له الثالث الرابع هو منظم دار الإلكتروني طلاب هذا الاشتقاق مالته ما مطلوب الاشتقاق ما مطلوب من عندك مجرد تعرف طريقة الربط للترانسسترات يصير ثنائي طلاب اعتقد بالاول ماخذين الترانسستر النوعية مجرد فقط للاطلاع يريد يحفظ مثلا القوانين من عندها المستخدمة بالمثال الجاي هنا ايش يقول منظم دار الإلكترون يتحمل التغيرات الكبيرة في التيار تيار الحمل بين علاقة بين تيار الزنار وتيار الحمل هاي العلاقة طلاب احنا كانت بيتا وحدة هسه هنا تربيع صارت عندنا هذا مثال على منظم دار الإلكترون التوالي طلاب هاي الخاصية ممكن استخدامها بالتوالي وبالتوازي مو شرط أيضا نطعنا بوضعية الزنار نفس المثال السابق بيتا 100 ممانعة الزنار 6 مقاومة الحمل متغيرة من 100 إلى 500 يريد هنا مقدار التغير في فولتية الإخراج دلتا في أوت لاحظ دار نيكتون قانون الفي أوت فولتية الزنار 2 في فولتية الموجودة بين البي اي بيز ايميتر يعني البوينت 7 تضربها في 2 لان طلاب لان هنا 2 ترانسفرات لذلك ضرب البوينت 7 في 2 ايضا تيار الحمل عرفنا شلون أعظم وأقل أعظم تيار وأقل تيار والدلتا شلون طلعها الفرق بين بيناتهم وهذا القانون خاص بالدار الإلكترون تيار الزنار هو تقريبا نفسه طلاب بس شنو بيته هنا ربحها العفو أستاذ بس الطالبة أسراء بدها تحاول تنظر المحاضرة بس موافقة شلون؟ استاذ طالب تحاول تنضم للمحاضره بس نعطيه موافقه. اعتقد انه الدكتور يم الدكتور الدكتور يي انضم انضم شكرا استاذ. وين وصلنا؟ التغير في غلطيه الاخراج القانون هذا عرفناه سابقا تغير بتيار الزنار مضروب ممانعة الزنار هاي السالب طلاب جتنا منين من تغير الزنار تيار الزنار في ممانعة الزنار اللي هي 6 يطلع عندنا طلاب يطلع مقدار هنا نحولينه الى شنو مايكرو فولت يعني التغير جدا قليل
النوعية الخامسة طلاب اللي يستخدمون الاي سي ريجوليتر. طلاب هذا الاي سي تقريبا معظم الاجهزة هسه موجود بها، يستخدم هذا النوعية من المنظمات، من شاحنة موبايل، اجهزة الحاسبات، معظم الاجهزة يستخدم هسه حاليا هذا المنظم الدائرة المتكاملة إلى أطراف إدخال، طرف إدخال وطرف إخراج والثالث جراوند يصير قيمته طلاب حسب آخر رقم. هسه هذا المنظم يعطيك أوت إيش قد 5 فولت، إذا كانت 9 يعني 9 فولت الأوت. الإدخال طلاب الإدخال يكون مثلا ما يصير إذا هو أوت الأوت مالته 5 ما يصير تستخدم هنا 10 أو 12 فولت، يعني أقل شيء يعني 8 فرق أو زيادة 3 فولت أو 2 فولت حتى يعمل تعمل هذه الدائرة الإلكترونية أو هذا المنظم. طلاب اكو انواع مثلا ما يستخدم هذا الرقم 7 8، يستخدم مثلا 7 9، كل اي سي له خصائص معينه. قلنا اذا 7 9 يصير الفولتيه سالبه، عنده خصائص ينطي فولتيه سالبه مو موجبه، هنا موجبه. هذا الطلاب اللي يريد يتوسع مثلا يعرف بهاي الدائره لازم يعرف الداتا شيت لهاي القطعه الالكترونيه حتى يعرف تفاصيلها، تفاصيل ربطها، اطرافها، فولتيه الاخراج، فولتيه الادخال، درجه الحراره، كل هاي موجوده وين بالداتا شيت لهاي القطعه. طلاب خلصت محاضرتنا اليوم، اكو سؤال نقدر نرجع؟ طلاب اكو سؤال؟ لا استاذ ماكو سؤال، شكرا جزيلا. شكرا. استاذ هسه سجل حضور ونطلع. هسه سجل حضور شو؟ اوكي براحتك. دكتور الحضور يمك يبقى لو الا سجله دكتور. ما اعتقد الدكتور موجود، هو الحضور حيكون ضمن التسجيل يعني. اي ثابت. الو استاذ خليل. هلو. اه دكتور. راح عاشت ايدك على المحاضره، راح انزلهم رابط، مو رابط استماره داخل الصف بس يملوها يكتب اسمه اسمه الثلاثي. اوكي. بعد يمك الخروج؟ ان شاء الله. هاي عاشتيني. هاي شكرا. سوي يمك ستوب ريكوردينج. اوكي. يلا باي باي. باي.